تعالوا اقول لك النهارده لو عايزين ندلع نفسنا ونعمل الحركه دي. طب بص، حتى الحركه دي، بص اللقطه دي، خليك معايا ونشوف هنعملها ازاي. تعالوا اقول لك بقى نشتغل ازاي وندلع نفسنا ازاي. دلوقتي احنا بنبدا نتحكم في ال LED على حسب نوع المذر بورد اللي عندنا، واللي متابعني من الاول عارف ان احنا جايبين بازوكا بي 650 MSI. ال MSI بتقدم لنا ابلكيشن اسمه MSI Center، ده عليه شويه فيتشرز، الاهمها واللي احنا عايزين نشتغل عليه النهارده هو الميستيك لايت. فيتشرز بتاعت الميستيك لايت دي بتشتغل من هنا، بتبدا تحدد البروفايل بتاعك، عندك كل الانواع ادريسبل ار جي بي، وعندنا 2 ار جي بي. فمن هنا هنبدا احنا موصلين الادريسبل ار جي بي ونبدا نلعب زي ما احنا عايزين. ده المود اللي احنا جربناه قبل كده، بتبدا تختار اللون. بص معايا كده، طب حبينا نعمل الاحمر كده، عندك اوبشنز كتيره وتبدا تتحكم فيها. تمام، الناس اللي عندها ارس، الناس اللي عندها زوتك، الناس اللي عندها المذر بورد المختلفه، كل مذر بورد وليها الابلكيشن الخاص بيها، ممكن تخش وتسرش، ولو محتاج الابلكيشن قول لي وانا ابعته. طب لو احنا بقى عايزين نشتري دماغنا يا دييجو ونفكر وننزل، لا عايز حاجه تشغل كل حاجه، ساعتها هنا نبدا نشتغل على الابلكيشن التاني اللي هو سيجنال ار جي بي. سيجنال ار جي بي بيقدر ان هو يديتكت اللي انت محتاجه، وهو يختار المذر بورد، وتقدر تعمل كاستمايز اللي انت عايزه. وده في حلقه تانية هقول لك ازاي تقدر تشتغل على السيجنال ار جي بي. اشوفكم في يوم تاني، سلام عليكم.